وعلى أولى مساحاتنا وضيوفنا وحنروح للمجال التربوي وحالة بنسمع فيها هي شائعة ولكن ما كتير معروفة تحليلها العلمي والطبي عند الناس. تسمعي ليلى بحبسة التوصيل؟ تماماً. يعني هي حالة للأسف بيقولوا أنه هي شائعة عند الأطفال ولكن أبداً مو عند الأطفال، عم يتعرض لها إلى الكبار والصغار، وهي اضطراب ممكن يأثر على الكلام، على النطق، على فهم اللغة إن كان المكتوبة أو المنطوقة. طبعاً هاي القصة هي سببها تضرر منطقة بالدماغ، هاي المنطقة بتكون هي المسؤولة عن موضوع اللغة. وأكثر شيء بيميز هاي الحالة أنه بيكون الشخص عاجز أو غير قادر أنه يردد الكلمات اللي عم يسمعها، وهذا الشيء بسبب آفة قطعت بين المراكز الحسية والحركية. صحيح رشا. لنتعرف أكثر عن موضوع الحبسة التوصيلية أعراضها وأسبابها معنا الدكتورة خنساء بدوي، اختصاص نطق ولغة تخاطب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. كيف الشوب؟ غير شكل، بيعمل حبسة لحاله حتى عن جد بيعمل اضطراب، بتحسي أنت بشكل يعني تلقائي، أنت مانك قدرانة تحكي ولا لك قدرانة تسردي، خلص تركوني بحالي مشوبة، هي أكثر كلمة بنسمعها. صحيح، هيك إن شاء الله بتمروا على خير. عم نحكي اليوم عن موضوع مثل ما قلنا هو شائع ولكن ما كتير معروف عند الناس، يعني أسبابه تعريفه العلمي، يمكن يعني حتى بالعنوان حبسة التوصيل ممكن يكون ناس تستغرب شو هذا. خلينا هيك نعرف عليه بشكل بسيط أكثر. هلا نحن إذا بدنا نعطي بشكل تلقائي التعريف الحرفي للحبسة بالشكل الكامل، بيكون عندي اضطراب بالآلية الكلامية، يعني أنا ما بقدر بعطي كلام بشكل متواصل أو بصير عندي قطع للكلام بشكل جزئي. يعني اليوم أنا إذا بقول لك صباح الخير ممكن ما أقدر أكرر هذا الكلام، أو ممكن ما أقدر أقول صباح الخير مرة ثانية، يعني أنا غير قادر على إنتاج الكلام بشكل تلقائي وعفوي مثل الإنسان الطبيعي. وتقول حبسة التوصيل أو الحبسة التوصيلية، معناتها أنا عندي اسم آخر لها، هي حبسة التباعد. للأسف الشديد نحن بس نعدد أنواع الحبسة، دائما بيقولوا لك حبسة القشرة المخية، بعدين احنا ما بنشوف اشخاص عم تتجسد على ارض الواقع بهي الحالات، او ممكن نقول انه انا حبسه الحبسه التوصيليه او التباعديه هي مو ظاهره. طبعا انا عندي نمطين لها، هي حبسه الحبسه التباعديه والحبسه التكراريه. المريض بهي الحاله بصير عنده خلل بالفصل الجداري باي حاله، التباعديه او الاثنين المشترك اليوم، لانه انا بس اقول عندي حبسه كلاميه معناتها انا عندي تضرر بالدماغ، بس اقول تضرر بالدماغ معناتها انا بروح للاوج الكامل للمناطق المسؤوله عن الكلام، عن الالفاظ، عن المصادر السمعيه. فانا عندي منطقتين هن ساحه او باحه بروكا وفيرينكا، باحه بروكا وباحه فيرينكا، هن المسؤولين عن الكلام بالشكل الكامل، عن التواصل، عن الجمل الكلاميه، شلون لازم اعطي ترادف، شلون لازم احكي بطريقه متواصله. وقت بصير عندي تضرر باحدى الباحتين هدول معناتها انا صار في عندي خلل بانتاج الكلام. وتقول حبسه توصيليه او الحبسه التباعديه او حبسه تكراريه، معناتها انا صار عندي خلل بالذاكره السمعيه قصيره الامد، يعني انا صار عندي انه انا ممكن اسمع الكلام بس انا ما ممكن اعطيك انتاج سمعي، او ما ممكن اقدر اكرر، انا سمعت صح ولكن انا ماني قادر اتلفظ بالكلام اللي سمعته. هلا كثير من الناس بتعتقد انه هي الحبسه بتصيب الاطفال غالبا، لكن مثل ما كنا عم نحكي انه هي كمان بتصيب الكبار، خلينا نوضح هذا الشيء. لا دائما نحن انه بس نسمع بحبسه معناتها ابني عنده حبسه، للاسف الشديد وكثار ما بيصنفوا الحبسه للاهالي، فبنلاقي انه بعض الاختصاصيين عم يعطي النموذج تبع التقييم او دراسه الحاله للطفل بدون تسميه الحبسه، فنحن بنضطر من اول وجديد نعيد التقييم للطفل. يلي بيصير انه نحن وقت بدنا نراعي نمط الحبسه عند الطفل او عند الكبير لازم نراعي الاليه يلي صار فيها نمط الحبسه. هلا بس قول حبسه حرفيه عند الطفل، حبسه حرفيه او حبسه كلاميه، ممكن نقول انه انا تعرض الطفل لنوع انه مثلا والله وقع على الارض او تعرض باذيه بالراس، ممكن ضرب الراس بشكل مفاجئ او ممكن حدا اذاه بضربه راس. نحن ما بنفهم بانه الطفل بهي المرحله بصير عنده اذيه بشيء اسمه حبسه، بس نحن الفائق عند الاطفال هي الحبسه الحرفيه، يعني ممكن الطفل يعطيك الكلمه ولكن يحبس حرف من الحروف او ما يعطيك الحرف، هذا اللي بصير عند الاطفال. بينما الكبار وللاسف الشديد نحن يعني دائما بننوه عن موضوع الاطفال اكثر من الكبار، الطفل وقت اللي بيتعرض لورم دماغي
لضربه دماغيه، ممكن نقول لعمليه بالدماغ، ممكن احيانا يتعرض لمشاكل بالغدد الدرقيه وهي القصص. انا بصير عندي نوع من انواع المشاكل الكلاميه، ممكن يصير عندي مشاكل بالحبال الصوتيه. فانا بس راعي الاليه الدماغيه كطبيب لنفترض عصبيه، هو بيوجه الحاله لك، هو دارس الحاله العصبيه بالشكل الكامل، فانا عارفان شو متضرر عند هذا الشخص. ولكن انه التقييم انه انا الحبسه بتصير بس عند الطفل دون الكبير، لا بالعكس، لانه نحن هلا صرنا نشوفها بزياده عند الكبار، صار يتردد لعنا على العيادات والمراكز اعداد كثير كبيره من الاشخاص يعني ممكن يصير عنده جلطه مفاجئه ويصير عنده بالذات بساحه بروكا او فيرينكا مشكله. لكن الأسباب يعني الشائعة هي الجلطات طبعاً، ممكن ورم دماغي، ممكن ضربة على الرأس، ممكن أحياناً ضربات شمس ثقيلة تكون تأثر على الآلية الدماغية. هل عم نحكي أسباب أطفال وعند الكبار هي عم تكون واحدة؟ نحن عم نركز اليوم على منطقة الدماغ، يعني أي ضرر بهي المنطقة نحن حنروح لهي الحالة. في شيء أسباب تاني ما ذكرتيها قبل ما نروح لموضوع الأعراض؟ طبعاً أكيد، نحن وقت اللي بنقول إنه ممكن يكون في عندي سبب وراثي بالآلية الكلامية، كثير نحن بنرجع للمنظومة الوراثية. للأسف الشديد نحن بنقول حاليا انه لا، اذا تضرر عنده الدماغ او صار عنده مشكلة معينة بالدماغ معناتها انا عندي مرض او حالة مرضية او حالة عصبية اصيب فيها المريض. لا، نحن كمان بنرجع للمنح الوراثي اللي ممكن يتعرض فيه الشخص بعمر معين مثل الخمسين والستين لفقدان ذاكرة او زهايمر مبكر او خرف مبكر، اسفة للمصطلح، ولكن هي المصطلحات السائدة بالميدان العملي والميدان الطبي. فأنا بس أتعرض لهي الأنماط ممكن أصيب بالحبسات الكلامية أو الحبسات الحركية. بس الوراثي هون شو إلى علاقة يعني؟ طبعاً نحن هون بنقول إنه الجين دائماً بيأثر من جهة الأم أو الأب؟ طبعاً الاثنين سوا. الغالبية العظمى من الأشخاص بتقلك إنه نحن بناخذ المورث الأعلى من قبل الأم، ولكن نحن دائماً بنقول إنه بالوتد الوراثي أو بالمنظومة الوراثية نحن ممكن نرجع للأجداد، حد جد السابع. هذا أكثر شيء ورثي الأمراض. نحن دائماً بنقول ورثونا مثلاً الشعر الخفيف، الوجع السكري، وجع المفاصل، صحة، كل شيء قابلية الوراثة فيه واردة. صحيح. لذلك نحن دائما بنقول إلى الآن الدراسات والأبحاث مستمرة، إلى الآن ما بنوقف دراسات، إلى الآن في أبحاث دائما تطويرية، إلى الآن في دراسات عم تواكب الحالات المرضية. يعني لأبسط حالة ممكن ضربة شمس نرجع كثير منيح فيها للطفل شو التأثيرات اللي تأثرت عنده بالدماغ أو كيف أصيب الدماغ عنده، يعني لأبسط الحالات. باعتبار حكينا عن الأسباب، خلينا نحكي شوي عن الأعراض. هلا نحن بس نقول الحبسه التوصيليه او حبسه التكرار معناتها انا عندي نوع غير شائع من الحبسات، كثير بنشوفه بقله عند الاشخاص. انا بس اقول حبسه توصيليه معناتها انا عندي الفص الجداري من الدماغ الايسر متاثر، معناتها انا عندي عطلين عم يصير، عطل بساحه بروكا وفيرينكا وعطل بالمدى السمعي. اليوم انا اذا بدي اقول لك استاذه رشا صباح الخير، هاي بدي اقول لك خلينا ناخذ امثله كرمال نوضح اكثر. حتقولي لي انت بطبيعه الحال صباح النور، برجع بكرر معي كيفك، الحمد لله، الكلام بعده قصير او المدى الكلامي قصير، انا ما عم بتجاوز الكلمتين. هاي توصيلي. تمام، انا ما عم بتجاوز الكلمتين. طب تعي نزيد، كيفك، كيف امورك، شغلك، تواصلك، شو عملتي، بلش تزيد الجرعه انا بالكلام. انا ما فيني رتب جمله طويله تماما. فانا يلي بصير عندي انه انا بقول لك بهي الطريقه انه انت قلتي لي كيف شغلك، بتطلبي مني مثلا لك انا طبيعه شغلي، بدي اقول لك انا عن حالي الحمد لله تمام، ومن المفروض هيك اقول لك الحمد لله تمام عال العال، ولكن في شويه مشاكل. خليني اوقف عند كلمه في شويه مشاكل، الفي صارت ايف، ما بقى وصلوا شويه، يوشت ايف، يوشت المشاكل، ممكن اقولها كش ماكل. طب انا شلون صار تبديلات؟ لانه انا سبق وحكيت انه انا صار عندي اضطراب سمعي بالذاكره اللفظيه قصيره الامد، معناته انا ما عاد سمعت الكلام، ما خزنت الذاكره او المخزون الكلامي صار جدا بسيط. فانا شو الاحرف اللي عم بسمع منك او الذواكر اللي عم تنحفظ عندي بالذاكره السمعيه، انا هي اللي عم دقق عليها، فانا عم بعطيكي الذاكره السمعيه اللي انحفظت عندي. هلا هون انت تلقائيا انا ما فهمت عليكي، ممكن تعيدي، انا راح برد بعيد ولكن بخلل اكبر.
ردي عيدي رح اعطي خلل ثاني، عيدي رح اعطي خلل ثاني، لانه الذاكره بلشت تضعف وتتراجع على ورا. فانا المشكله عندي ما صار بس انه انا ما عاد عندي قدره على التلفظ او اعطاء كلمات مثل ما بنقول ساحه بروكا، انه انا بصير عندي ما عاد عندي قدره على انه اعمل ترابط كلمات، او ما عاد بيكون عندي قدره على اني اعطي كلمات عديده. هون صار عندي جزئين متضررين، هن الذاكره السمعيه اللفظيه والذاكره الكلاميه، بانه انا ما عاد عندي قدره على اني اسرد كلمات عاليه. طيب الاطفال ايمت يعني الاهل بيبين معهم انه هذا الطفل عنده هي الحبسه؟ هلا نحن بقول انه نحن غالبا بنشوف الحبسه التوصيليه عند اطفال التوحد نوعا ما، ولكن ما حدا بيعرف انه هي حبسه توصيليه، او نحن ما بنعرف انه هي حبسات توصيليه. غالبا الاهالي بلحظه من اللحظات او بفتره من الفترات بتقول لك انه انا عم بحس ابني عم يحكي سر سكريتي او سرياني، عم يحكي لغه اجنبيه ما عم بفهم عليه. فنحن بنقول هون عدم ترابط الكلمات عند الطفل هو ناتج عن عدم استمراريه بالتواصل، ولكن نحن بنقول بالحبسه التوصيليه كثير قليل انه ينصاب فيها الاطفال، او اللي هي بشكل عام غير شائعه بتواجدها عند الاطفال. ممكن تكون هي مثل ما عم اقول لك انه انا عم يتضرر عندي الدماغ بشكل اكبر، يعني انا بس يصير عندي تضرر بالجذع الايسر من الدماغ معناتها انا صار عندي مشكله، اذا ما في تضرر بالدماغ معناتها انا ما عندي مشكله. يمكن القصه ما كثير او بالبدايه تكون واضحه، خاصه اذا في موضوع ورم لياخذ وقته ويزيد الورم ببلش هذا التاثير. ممكن احيانا يصير انا عندي تضرر بساحه بروكا فيرينكا، بعدين ببلش بياثر على باقي الحبسات مثل حبسه القشره المخيه، الحبسه العامه، والحبسه التوصيليه تبعه. تمام. طيب خلينا نروحك باساليب العلاج، كان للاطفال او كان للكبار. اكيد اليوم العلاجات عم تختلف من حاله لاخرى يعني حسب الحاله، او اليوم عم يكون يعني الكورس واحد عند الطفل او عند الكبار؟ طبعا اكيد. هلا نحن بنقول دائما بالعلاج، مو هو دائما العلاج يعتمد على شيء اسمه انه انا لازم اعالج بالعلاج الطبي فقط او العلاج المكتوب ضمن الاستماره يلي انا عم بحطها، الاستماره المرضيه او العلاجيه للطفل. نعم. او للكبير دائما في شيء اسمه الدعم النفسي العلاجي للمريض، لانه انا لازم احاول اكون دائما بمرحله دعم او باوج دعم، انا كيف لازم ارفع السويه تبع الدعم النفسي عند الشخص. هي بالمقدمه، بعدين شوي شوي انا بصير بشتغل على مبدا تراتب للكلمات، تلفظ الكلمات، مساعدته على لفظ كلمات اكبر، مساعدته على اني انا اسمع كلمات اكثر، رتب الكلمه، ما اعطي مباشره جمل وكرر وراي، لا بلش بالمنح الحرفي، بعدين بعطي الكلمه، بعدين بزيد وباثني بكلمتين وثلاث الى اربع، هيك لوصل لمرحله الجمله الكلاميه يلي هو بده ينطقها معي او بده يحاول يكون عم يحكيها معي. هاي المراحل بتتم ضمن اختصاصي وضمن البيت كمان ممكن؟ طبعاً أكيد. اذا كان طفل الاهل يتعاملوا معه بهذا الشيء. هلا نحن بهي الحاله انه لازم نكون على تواصل تام مع الطبيب العصبيه اللي هو اكيد في شيء اسمه علاج دوائي عم ياخذه المريض. نحن دائما بننوه بهي الحالات لازم يكون في اوميجا 3 عم تتاخذ، لانه بتعزز القدرات الدماغيه وبتعزز القدرات اللفظيه عند الاشخاص. ولكن بس اقول انه انا عندي طبيب عصبيه، عندي اختصاص نطق ولغه، في عندي أهل بالبيت ممارسين سواء كان لشخص كبير او لشخص صغير. تمام. لازم انا متابع للحالة سواء كان لاب او لام او لطفل بالبيت، فهي المتابعه المنزليه هي تترافق مع الحاله العلاجيه، لانه اذا انا ما كان في عندي سويه متابعه للعلاج انا عم بوقف عند مراحل معينه ما عم بصير عندي تقدم، فبتلاقي المريض مباشره بيقول لك تعبت او انا ما عم بستفيد او انا ما عم يصير عندي التقدم اللي انا بدي اياه، او ممكن الاهالي طب يا ترى في شغل وتتابع بالمنزل للآلية المرضيه. طيب دكتوره عم نحكي عن حاله، اذا بدنا نقول بمعدل هل هي عندها يعني ممكن نصل للشفاء الكامل فيها او لا؟ هو نحن ممكن نقطع مراحل خلينا نقول للتحسن فقط يعني او شفاء كامل ما في؟ نحن ما بنقول انه نحن ما في شفاء، لانه انا بالحبسات بشكل عام انا عم يصير عندي عدم قدره على التلفظ بعض الكلمات، ولكن انا صاحي للمنظومه الكلاميه، يعني انا واعيه كثير منيح استاذه رشا اليوم انت شو عم تحكي معي اذا انا عندي حبسه، انا ما عندي الادراك. ولكن مشكلتي بتكون بانه انا ممكن اعطيكي الفاظ هي غير مفهومه بالنسبه لك، فانا انت غير يعني القدره تبعك غير الفهم علي او انت مالك قدران تفهمي علي هي المشكله تبعي، بانه انا التواصل تبعي معك عم يكون ضعيف.
مشان هيك يعني، بس مو اكثر. ولكن انا كشخص اكيد قادر اني اوصل للآلية العلاجيه بشكل كامل في حالات مثل الآلية الكامله كتار وكتار. ودائما نحن بنقول الغالبيه العظمى من الاشخاص اللي عم يجونا مرضى عم تكون اعمارهم تجاوزت الأربعين، لانه نحن دائما بنشوف الاذيه الدماغيه عم تصيب الاشخاص بشكل يعني الاشخاص الاكبر عمرا او نحن بس نتجاوز مرحله الأربعين والخمسة وأربعين. الغالبيه العظمى من الاشخاص ممكن تكون تعدت عمر الخمسين. فهون انت عم تحكي عن شخص ناضج، شخص واعي، شخص قادر للامتثال بالعلاج معك او قادر للامتثال للاوامر تبعك. هلا بالنسبه لمراحل العلاج مثل ما كنا عم نحكي، هلا بالنسبه للاستجابه، مين عنده استجابه اكثر بمراحل العلاج، الاطفال ام الكبار؟ يعني بتحسي انه الاطفال ممكن مرحله شفائهم تكون اسرع من الكبار او العكس؟ هلا الاثنين مرحله الشفاء والاستشفاء حلوه عندهم. نحن بس حسب الحال طفل صغير. استاذه رشا لمين ترجعي؟ للبنوته اللي بالبيت تبعك، انه هي دائما حدا نشط بحب الحياه. انا كطفل اسفنجة عم بغب منك، عم تعطيني، عم باخذ، حدا عم يحاول دائما يطلع من وتيره القوقعه. انا كطفل بحب اعيش، ما بعرف انه انا ملتزم بمرض او ما بعرف شو الاليه المرضيه تبعي، ولكن انا حابب اعيش الحياه. فدائما تلقي الطفل للعلاج يكون بعدم ملل، هي الفارق، انه انا كطفل عم بتلقى العلاج بكل اريحيه، ما مليت. ممكن يصير ملل شوي من قبل الاهل، تعي للكبير هون الفارق بصير يكون قاطع ظروف ومشاكل ونفسيات تمام. فهو يعني واصل لمرحله بلا ما بدي لا اسمع ولا احكي، انه انا ككبير انه بسرعه اعطيني علاج بسرعه، بفكر العلاج يلا بليله وضحاها حيتم. لا طبعا، العلاج بيكون ضمن وتائر معينه. يعني انا اليوم ما فيني اقول انه انا رح امتثل للعلاج بيوم ويومين. ممكن العلاج ياخذ مده طويله، ممكن العلاج ياخذ اشهر. هذا الشيء طبعا بيرجع للاستجابه المرضيه عند المريض. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة وهي الحالة النفسية أو النقطة النفسية عند الأشخاص وخاصة عند الأطفال. يعني هذا الشخص بيكون معرض جدا للتنمر، يعني وخاصة إذا كان بالمدرسة عنده شغل. اليوم الناس ما عندها هاي الثقافة الوعي للحالة اللي عم بيعاني منها، فممكن يروح لموضوع التنمر. هذا الشيء عم بيرجع خطوي للوراء. قديش اليوم مهم نحن نحيط هذا الطفل أو الشخص الكبير بالرعاية النفسية قبل الدوائية؟ هلا أنا حكيت إنه نحن أساس أي علاج مع أي شخص هو دعم نفسي علاجي أو دعم طبي نفسي علاجي. فأنا بيكون عندي دعم من الطبيب العصبية اللي عم يساعد المريض عصبيا للاستشفاء سواء كان طفل أو كبير. وعم يكون عندي كاختصاصيين أنا عندي هذا المساهمة بإني أنا عالجه نفسيا. دائما التقبل النفسي للمريض هو اللي عم يساعده أنا إنه أمشي بالآلية العلاجية. المحيط اليوم بيلعب دور كثير. للأسف وقت اللي بنشوف نحن طفل على سبيل المثال عنده اضطرابات بالنطق واللغة أو عنده اضطرابات كلامية، عنده اضطراب صوتي حرفي، بنلاقي نحن دغري بنروح إنه ليش ما عم تحكي حرف الراء أو اللام كطفل. فبتلاقيه بيرجع لعند امه على البيت، ماما انا ليش ما عم بحكي مثل رفيقي او ليش رفيقي يعمل لي هيك. تماما. فهون البيئه المنزليه هون هي اللي بترفع الوتيره الصحيه للطفل. دائما نحن بنقول التعزيز بيكون بالبيئه الاولى. كيف بتطلعي الابن للحياه؟ هو بيتقبل الحياه. يعني انا كشخص اذا واعي للدعم النفسي المنزلي، فقد ما حكى عندي المجتمع او تنمر علي المجتمع، انا رح ارجع لماما بالبيت رح اقول لها انه ماما انا هيك حكوا لي. هون انت هدفك ودورك بدعم النفسي او انت العجينه تبع الطفل. واكيد اليوم الارشاد النفسي بالمدارس له دور كثير. هي موضوع تشبيك ان كان بين الطبيب المختص دكتور العصبيه الاهالي يعني لحتى هيك يشكلوا هذا المحيط الداعم للطفل. تماما. لكن احيانا يمكن في اطفال وقت بيتعرضوا لهيك قصص خصوصا بالجو المحيط برا بالمدرسه، ممكن مثل ما ذكرتي انت انه لما بيجي بيحكي لامه ممكن تساعده، ممكن تعرضه على اختصاصي، بس في اطفال ما بيحكوا. للاسف الشديد اي هي الاطفال خليني اقول بتكون البيئه المنزليه دائما عامله على تحريض بانه انا ما استوعب او ما اسمع. جربي اعطي اهمال للطفل بفقره من فقرات حياته بانه يجي يحكي لك شيء معين، انت تقولي له انه بعدين.
اعطيتي انزواء او اعطيتي حد للشيء اللي بده يحكي. المره الثانيه وقت حيجي يحكي الطفل فهو رح يعمل ستوب انه هي المره الماضيه قالت لي بعدين معناتها هلا رح تكرر ذات الامر. وهلا انشغال الاهالي بوتيره الموبايل والقعده المتسلسله على الالات الالكترونيه والاهداف الالكترونيه بعدت كثير الاطفال عن اولياء الامور، فبتلاقي الطفل صار يلجا للاله الالكترونيه اكثر من الاهل ليلبي فيها الوسيله. معظم وقته اليوم عم نشوف على مع انه كثير في تحذير من هي القصه، ولكن على ارض الواقع احنا ما عندنا هي الاستجابه، وخاصه بظل الظروف اللي عم نعيشها اليوم. الاهالي عم يضطروا يشتغلوا شغل واثنين يعني، فهذا الوقت كثير عم يضغط نفسيا وجسديا عليه. بنصائح هيك اخيره اليوم للاهل للاطفال للكادر المدرسي. تمام، هلا بالالتفات بس لهي النقطه انه ايه صحيح نحن الاليه المدرسيه او عمل الاهالي هي اللي عم تبعد شوي الطفل عن الاهل، ولكن نحن بتنظيم كل شيء بتنظيم يدرى. تمام، هلا نحن بنقول اكيد بالنصائح اللي دائما بنرويها للاهالي او للشق اللي بحيث المريض. اول شيء الدعم النفسي لانه هي الوتيره الاولى للعلاج. ثاني شيء الاستشفاء المرضي من قبل الطبيب او الاختصاصي اللي عم يكون مناوب للحاله. اليوم الطبيب اذا بيقول لك انه ما بتوقع انه انت رح تمتثلي للشفاء، انت رح تنزلي 600 درجه لتحت لانه انا سمعتها منك، فانا اي حدا رح يجي يعطيني تلقي دعم نفسي انا ما رح اتلقاه منه. فدائما نحن بنقول احاطه المريض بالدعم النفسي او العاطفي، اعطائه كم هائل من الحنان، استيعابه، سماعه بحب، دائما انه انا ما اقول له كرر، لانه كلمه كرر للمريض هي يعني انه انت عندك مشكلة أو أنت عندك مشكلة، فهي الكلمات بيعاني منها. فقط أنه فينا نقول نحن أنه دائماً يحاطوا بالرعاية اللازمة والامتثال له بالابتسامة، لأنه هي بتصنع أكيد فارق بحياته. أكيد كثير مهم. طب ممكن أغذية ممكن تكون مساعدة بهي الحالات؟ يعني كثير من الناس ممكن بتقلك الأطفال وقت بيتأخروا بالنطق أو عندهم أي مشاكل بالنطق بيلجأوا لبعض الأغذية إنه هي بتساعدهم بالنطق، خلينا نحكي شوي عنها. نحن كثير بنسمع بالمحيط إنه ياكل أنواع من البيض معينة بتساعد على الكلام، أو مثلا سمعنا كثير على فترة إنه العلاج باليقطين وبذور اليقطين، لدرجة صارت يصلنا كم هائل من الرسائل، ما عاد تتلحقي إيميل وواتساب وماسنجر، رسائل إنه يا ترى عن جد طفل واحد بيفيده اليقطين رح بيشفى كليا. دائما نحن بنقول لسان المجتمع هو لسان الآلية العامية، طبعا اكيد مع الاحترام لكل الفئات ولجميع الفئات، ولكن يا ترى اذا انا عندي شيء معين من الأطعمة بيساعد الطفل على انه هو يمتثل للعلاج بالشكل الكامل دون العودة الي كاختصاصي، انا شو مدى الدور للاختصاصي او لشو وجد اختصاص الكلام واللغة. هي كنقطة أولية. أما بالنسبة للعلاجات بالأطعمة اللي نحن دائما بنأكد عليها بأنه الأشياء اللي بيكون فيها أوميجا 3 مثل الجوز، اللوز، التين، التمر، السكريات الطبيعية كلها بتساعد. نحن للأسف الشديد فقدنا السكر الطبيعي بالمعززات الجسدية عند الطفل، صرنا نعطي المعزز الصناعي بالسكريات، لأي ناخذ عصائر صناعية مع العلم هي المنزلية أطيب بكثير للطفل وبيلاقي فيها لذة بشكل أكبر. فدائما نحن بنقول استبدال الأطعمة الصناعية بأطعمة طبيعية صحية. نعم. هو اللي بيعمم الفائدة أكثر للطفل. دائما هيك العودة للطبيعة بتكون أفضل بكل شيء. بدنا نتشكر حضورك لليوم وكل المعلومات اللي ذكرتيها الدكتورة خنساء البدوي، اختصاص نطق ولغة تخاطب، وأكيد بالصحة والسلامة لكل الناس، وشكرا لحضورك. يعطيك ألف عافية وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا.